على بركة الله نبدأ حاجتنا زلافة ديال السميد الناعم الرقيق أو الفينو اللي متوفرين عليه ضيفوه السميد الناعم الأصفر الرقيق ولا زلافة ديال الفينو وجوج عبارات ديال الدقيق يعني عبار ديال الفينو أو السميد الناعم وجوج ديال الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات غادي نضيفو رأس ملعقة صغيرة جدا من خميرة الخبز فورية رأس ملعقة متكتروش ما تكتروش ما حاجتناش تختمر العجينة غير آه كتعطي الطراوة للعجين ملعقة من العسل ممكن تعوضوها بملعقة من السكر الملح دائما حسب الذوق وغادي نعجنوه بالماء ما يكونش بارد ما يكونش دافئ ما عادي اللي غتعجن بيديها اعطيها دليك وغلفيها بلاستيك غدا ادهنيها بالزيت وخليها ترتاح ومن بعد رجعي دلكي واعطيها الماء شويه ديال الماء وانت كدلكي حتى كتحصلي على نتيجه مرضيه اللي متوفره على العجانه تخليها دلك واحد 8 دقائق حتى تحصلي على عجينه مطاطيه مره مره كترشي عليها شويه ديال الماء باش 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 الحبيبه ديال السميد دي يدلكو وتحصل على نتيجه مرضيه ضفت ملعقه من الزيت وخليت العجينه تقريبا واحد 8 دقائق ديال الدليك وهذه هي النتيجه عجينه مطاطيه ماشي ثقيله وفي نفس الوقت ماشي خفيفه بزاف غادي نشكل الكره ندهنها بالزيت نغلفها بلاستيك غذائي ونوضعها تقريبا واحد ربع ساعه ونرجع نشكلها بما ان العجينه مدلوكه ما غتحتاجش وقت طويل باش ترتاح الا ما دلكتوهاش جيدا خليوها في البلاستيك الغذائي ترتاح حتى تحصلوا على نتيجه مرضيه العجينه لما كانتش مدلوكه عطيوها غير راحه وهي غتلك راسها في البلاستيك الغذائي من بعد مرور ربع ساعه غادي نشكلوا كريات ندهنوا الصينيه اللي غنوضعوا فيها الكريات يرتاحوا بالزيت ونشكلوا كريات ما شاء الله العجينه ارتاحت هذه العجينه غادي نخرجوا منها ثلاثه ديال الفطيرات كبيرين ما شاء الله كل فطير غادي ندخلوا فيها اربعه ديال الكريات يكونوا صغيرين ما يكونوش كبيرين بزاف كما كتشوفوا اربعه ديال الحبات صغيرين فيهم كل ربعه ديال الحبات كيعطيونا حبه كبيره ما كنطيبوش نهائيا بزاف في هذه الوصفه ثلاثه ديال الحبات كبيرين ما شاء الله كيشبعوا وما كناخذوش وقت طويل في القلي خليهم يرتاحون انتظروا لهم نصف ساعه من الاحسن حتى ساعة نساوهم نغيقع عليهم والو ما لهم فيهمش الخميره اللي غتخمرهم هنا غادي نبدا كنوريق من بعد مرور نصف ساعه تما الزبده ممكن تستعملوا اي زبده متوفرين عليها من الاصل حيواني ولا مارغرين خليوها على شكل بومادا، أه سامي الساميد ضفت معاه واحد ملعقة صغيرة من جيدا بخميرة الحلويات دمجناهم جيدا وهنا غنبدا نورق بالاستعانة بالزيت أه شكلت الحبة الأولى وهنا غنشارك معكم الحبة الثانية كتاخدو الكرة تورقوها جيدا بالاستعانة بالزيت طاولة العمل تكون أه مساعدكم غادي تعطيكم نتيجة مرضية جدا قد ما ارتاحت العجينة غتعطيكم نتيجة ولا اروع آه انتظروا عليها اكثر انا ما انتظرتش عليها بزاف نتوما انتظروا ليها اكثر وقت ممكن باش تحصلوا على نتيجه رائعه في العجين كيرجع كي معكم يتبعكم كما كي دفعتوه كيتبعكم ورقناها جيدا بسطتها حتى بدا كيبان سطح العمل دهنت الزبده ورشيت السميد اللي مع الخلطه ديال خميره الحلويات وهنا الصوره شرحه راسها تهزو وتحطوا في العجينه حتى كتشكلوها بهاد الطريقه وتوضعوها جانبا غادي نورق الحبه الثانيه يعني كل حبه فيها أربعة ديال الكريات نفس العمليه غنبسطوها جيدا نجيب الزبده وندهنها في الوسط ونرش الخلطه ديال السميد ونجيبوا الحبه اللي حضرناها من قبل ونضعها في الوسط نبسطوها قليلا وعاود نغلفوها بهذا الجانب الاخر كنلمطو الحبه ديالنا ونزيدو دابا الثالثه دهنا من الزبده رشه من السميد نوضعوا الحبه نبسطوها قليلا ونغلفوها من بعد غادي ترتاح وتزيدو تورقوا فيها هذه اخر وحده اللي غادي نغلفوا بها الفطيره ديالنا ندهنوا بالزبده واخا بالكم لكم كتقطع شويه ما تخافوش منها لهذا عطيوها الراحه اكثر انا ما انتظرتش عليها بزاف نتوما انتظروا عليها اكثر وقت ممكن صافي هنا كتحاولوا تشكلوها على شكل كره وتوضعوها ترتاح الراحه ديال هاد الكره دابا في هذا الوقت هو اللي غيعطينا نتيجه رائعه جدا في التورق من الداخل لان باقي عاد غادي نبسطوها وترجع في طيره كبيره هذه اخر حبه صافي غادي نغلفها الكره الرابعه هي هذه هي باش كنقفلو ورشوا رشه من السميد وندعهم يرتاحوا مقلاة ساخنة على نار متوسطة من بعد ما سخنت بسط الحبة الأولى اللي بديت بها هي الأولى كان بسطها بورق الطهي دائما كان سعى بورق الطهي باش تهزو الملوية ديالكم أو الفطرة ديالكم وما تتعوش معكم ما شاء الله كتورق كتجي غزالة عاود شلال على كتجي فيه نتمنى انكم الا جربتوا الوصفه تبعوا الخطوات وسمعوا النصائح وغادي تنجح معكم وترجعوا محترفين في الفطير يجي بحال فطير ميشلتيت ما عودكم على دافئ من كيبرد كتحاولوا انكم تسخنوه وتوضعوه عاود بحال اللي عاد خرجتوه من المقله رائع جدا ما بين كل حبه وحبه كنمسحو المقلاه قرر بالاستعانه برشه خفيفه من الزيت كما كتشوفوا كنستعان بورق الطهي عاد نشارك معكم الحبه الاخيره كيفاش بسطناها وهذه هي النتيجه ثلاثه ديال الحبات ما شاء الله راه ياكلوا العائله كبيرين وما كنكثروش الوقوف مع البوطه كنقتصدوا في الغاز او الضو وكنحضروا ثلاثه كبيرين دفعه واحده ما بقاوش نطيبوا ونعاودوا هنايا كنبسط اخر حبه شوف ما شاء الله الفقاعات لي فيها بسطوها جيدا داك التوراق اللي بالداخل كله غيزيد يتورق معكم وغترجع كلها في طير شلتت من الداخل دائما مسحوا المقلاة رشة خفيفة من الزيت كنوضعوا الحبة ديالنا نحسبوا عشر ثواني غير كتشمع وكنقلبوها كنبقاو كل مره نقلبو ونشي في الحبه ديالنا حتى انها طابت لانها مورقه بزاف من الداخل تكون النار متوسطه وحنا قلبون ونعاودو باش طيب من كل جهه دائما ردو بالكم حركوا قلبو حتى تاخذ لون ذهبي من كل جهه وقدموها بالصحه والراحه نتمنى ان الفيديو يكون اعجابكم الى هنا الفيديو وصل نهايه ديالو نخليكم مع صور الى اللقاء مع السلامه